مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم مستي. وانه فيديو اليوم حاب احكي عن مقال عجبتني كتير بصحيفة الجارديان، بتقول شو معنات حرف زد اللي شفناه على كل العربات والدبابات الروسية اللي عم تهجم على اوكرانيا. طبعا الرمز هذا او الحرف هذا، أهم معلومة أنا شفته أول شيء إنه ما موجود بالأبجدية الروسية، فهذا الشيء يعني بيدعو للتساؤل. المهم مثل ما نشوفون إنه في رياضيين روس حطوا هذا الرمز على أمصانهم، تمام، وبعدين صار عملية حتى ترويج اقتصادي. هلأ في ناس منزلين بروسيا كنزات ولبس، تمام، عليه هذا الرمز، والعالم تشتري هاي المؤيدة للهجمة أو الحملة الروسية على أوكرانيا. طبعا مثل ما يقولوا هون، استخدمت روسيا أيضا حروف تانية مثل حرف الأو، حرف إكس، حرف أ، إي، وحرف في، استخدمت بحروف تانية، وهيدي الحروف عليها بتجي مربع أو مثلث. نظري أكثر شيوع متى عبكتو هون أنه قد تكون هي رمز للمناطق اللي بتمركز فيها قوات الروسية، تمام. قد احتمال الثاني أنه حرف زيد هو اختصار من كلمة زاباد اللي بتعني غرب، تعني غرب الروسية. أيضا الافتراض الثاني أنه هالرموز موجودة حتى تتجنب النيران الصديقة. طبعا هون في مشكلة بتشوفوها بالحروب، هلا مثل الأوكرانيين بيحطوا عصبة هاي الصفرة وبيحاولوا كل شيء أصفر حتى شو تتجنب الطرف العدو أو ما تضرب على أصدقائك. ومن طرف الروسيين هيك الروسك بيسووا، فهون راح بتسأل يوم هلا الروس بده يتنكروا مثلا بيجوا، تمام، يعني مثلا هلا بيجوا مجموعة بيتنكروا بيحطوا على عصبة الصفرة وبيجوا. يعني هلا على فكرة الروس الأوكرانيين سلاف، يعني نفس عن جد صعب انه تميز احيانا كتير بيناتهم، تمام. ممكن يتنكروا قصدي الطرف الثاني ويعمل عمليه ضد الثاني، فهي بالحرب كتير صعبه. او حتى الاوكرانيين يحطوا زيت على المركبات ويروحوا مثلا، صعبه تستخدم. يعني ما انه بعض الناس قالوا ان زيت ترمز الى الرئيس الاوكراني زيلينسكي، والحرف في بالالماني فاو، في أو في، ترمز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. المهم وزارة الدفاع بشكل رسمي ما قالت، بس قال إنه ردي على الانستغرام إلي إنه زيد هو زاب بوبيدو، يعني من أجل النصر، حرف في فيرمز إلى عبارة قوة الحقيقة. يعني بتشوفوا انه بكل هالقصة يعني عن جد ما حدا عرف شو معنى رمز زد بمعنى يعني بطريقة يعني صريحة حقيقية، تمام. بس يعني فينا نضيف للموضوع غموض كتير ونعتبره هذا السر العظيم، وفينا نعتبره بكل بساطة مثل ما حكيت هاي يعني كلمة، تمام، هو عبارة عن رمز يعني بيرمز للمركبات، انه هاي كلها المركبات الهجمة على اوكرانيا، انه هي نفس الرمز زد. هاي هي المقالة بالمختصر. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، شكرا لكم على المتابعة. معكم مستي ون، سلام.